تزامنا مع أنباء تفيد بأن مدينة الرقة مقر تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا هي الوجهة النهائية للفتيات البريطانيات الثلاث التي غادرن منذ أسبوعين إلى اسطنبول، صرح وزير الهجرة والأمن البريطاني جيمس بروكنشاير أن بلاده بصدد إقرار قوانين تمنع سفر من يشتبه في توجههم للانخراط في صفوف التنظيم الإسلامي المتطرف، حيث يمنح التشريع السلطات صلاحية منع شركات الطيران من نقل مسافرين مشتبه في تورطهم في نشاطات ذات صلة بالإرهاب بمن فيهم المراهقين، خاصة الذاهبين إلى وجهات يوجد فيها التنظيم مثل سوريا. كما يمنع التشريع الجديد من سافروا بالفعل من العودة إلى بلادهم. وتفيد الأرقام أن 22 عائلة بريطانية سجلت اختفاء بناتها في السنوات الماضية، معتقدين أنهن ذهبن إلى سوريا حسب ما قالت المنسق البريطاني الوطني الأعلى لمكافحة الإرهاب هيلين بول. مشروع القرار يأتي بعيد اجتماعات وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي أواخر العام الماضي لمناقشة سبل منع الجهاديين من السفر، وقيام بعض الدول بإجراءات احترازية لتقليص احتمال حصول ذلك، حيث قامت كل من ألمانيا وفرنسا بسحب جوازات سفر مواطنين مشتبه فيهم رغم تعقيدات شرعية هذا الإجراء. لكن المخاوف الأوروبية بشأن هذه الظاهرة لم تنتفي، خاصة أن المئات من هؤلاء استطاعوا مغادرة بلادهم والعودة إليها من جديد رغم سحب جوازاتهم. في ذات الإطار قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فال إن 3000 أوروبي توجهوا إلى سوريا والعراق للانضمام إلى التنظيم خلال العام الماضي، وعبر عن قلقه من توقعات بتزايد العدد إلى 5000 قبل حلول فصل الصيف و10000 مع نهاية العام الجاري.